الأطراف جميعاً أفادوا بحضور المحكمة الموقرة إنهم حاسمين قرارهم وحابين يطلقوا بعضهم ومانهم طالبين من بعضهم أي شيء، وبهيك حالة ما ضل في داعي أبداً لسماع الشهود. وبنسأل الأطراف لآخر مرة، أنت يا هندا تيكين أوغلو، عفواً، عيونك فيهم شي مرض؟ لا الحمد لله ما فيهم شي. معناتها قيمينا هالنظارات وخلينا نشوف وشك. تفضلي، انتي وافقتي على طلب الطلاق اللي قدمه جوزك للمحكمة، عندك شي بتحبي تضيفيه؟ الحقيقة موكلتي لو سمحت بدي اقول شغلة. تفضلي. انا ما عندي اعتراض ولا بدي اطلب شي منه، اللي بدي اياه انه تنتهي هالقصة باسرع وقت. بترجاك سيدي تنهي لنا الموضوع اليوم، هاد كل شي عندي، شكرا. سيد سامي تيكين أوغلو، حضرتك بتحب تضيف شي؟ لا سيد القاضي. كتوب عندك يا ابني، قررت المحكمة فسخ عقد الزواج بين المدعين، وهلأ بعد ما تاخدوا بلاغ الطلاق ويصير بإيديكم يعتبر ساري المفعول، انتهت الجلسة. ألف الحمد لله يا ربي، ألف الحمد لله. شكرا كتير لك. ولا يهمك ناصر. بابا سبيني على السيارة جاي. هندا خانم، في لك مفاجأة تانية مني ورح تعجبي. رح سافر على ألمانيا. سمعت بعرف. منيح لك، بس ما رح أرجع لهم مرة تانية. ما رح إلا غير الله يوفقك يا ابني، وإن شاء الله تصير أمورك أحسن. بيت أونجو قال ما بقى بدهم يشتغلوا معك، فالأفضل تدبر حالك برا. مو مشكلة. أنت خيبت لهم ظنهم يا ابني. على كل خليني ودعك هلا، بلكي ما عاد شفتك، ما بتعرفي شو ممكن يكون مخبالنا. خاطرك أمي. الله يكون معك. يخرب بيتك، حمل كبير وانزاح عن صدري اليوم، من لما كان عمري 17 سنة وأنا على زمته وأخيرا خلصت منه من شكله. ألف حمد وشكر لك يا ربي. مؤيد، فعلا مثل ما بيقولوا الصبر هو مفتاح الفرج. الله يرضى عليك يا ابني ووفقك يعني، وأخيرا بفضلك أنت خلصت منه لهالزلمة. لو ما كنت جنبي الله أعلم لأنت كنت بدي أتحمل القهر والجنان تبعه. هلأ ارتحت صدقني، لو وحدة غيري ما بتحمله. خليني أشوفه لما ابنه رح يسافر ويتركه، خليني أشوف شلون بده يعيش لحاله. والله بكرة ليبوس رجلي لأرجع، بس فشل.